بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. ظلم هو عبارة عن شعور الإنسان إما بزيادة في طاقة من الطاقات على الناس، يعني مثلا يشعر بأن عند طاقة حكم يحكم مثلا، أو عند طاقة مال أن غني أغنى من الناس، أو عند طاقة علم أن أعلم من الناس فيطغى. يصير عند بعضهم إذا صارت عند هذه الطاقة يعتبرها نعمة ويتواضع للنعمة ويؤدي شكر النعمة، والبعض الآخر لا، ما يعتبرها طاقة، يعتبرها لون من التميز، وهذا اللون من التميز يخليه يترفع على الناس، يطغى على الناس، يظلم غيره، يظلمه بالمال أو بالحكم أو بالعلم إلى آخره. إما شعور بزيادة بالطاقة أو شعور بنقيصة في النفس، وإذا شعر بنقيصة في النفس في الأولى يظلم الناس، وفي الثانية يظلم نفسه، يعرض نفسه للذل. هذا المعنى سنفهمه إن شاء الله خلال البحث. نبه في الظلم اللي الله عز وجل يقول فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين، يعني علة إهلاكهم لأنهم ظالمون. الظلم هو هذا مصدر إما شعور بزيادة بالطاقة أو شعور بنقص. الشعور بزيادة بالطاقة يدفع إلى ظلم الآخرين، والشعور بالنقص غالبا يدفع إلى إذلال النفس، يذل نفسه ويظلم نفسه. في كلا الحالتين هو ظالم، إما للناس أو لنفسه. طيب إذا عرفنا هذا نسأل سؤال، نقول أن هذه مسألة الظلم، يعني إحنا نلاحظ بعض المأثورات لما تنعت الظالمين تبطيها النعت على الإجمال، ما تعرف أنت هذا الظلم عند الإنسان هل هو طبيعة في قرارة نفسه، يعني موجودة عنده، يعني مخلوق ويا يولا مكتسب يتعلمه من المحيط. نبه لي مو مثلا أفرض لما يقول أبو الطيب المتنبي الظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. فهل هذا طبيعة تولد مع الإنسان الظلم؟ يولا هذا شيء يحصل عليه الإنسان يكتسبه من المحيط من التربية، تربية يو أكو تربية ترفعه، تقول له إذا صارت عندك طاقة زايدة هاي الطاقة اعتبرها نعمة واشكر الله عز وجل وأدي شكر هالنعمة اللي عندك. طاقة مال عليها ضريبة، طاقة علم عليها ضريبة، طاقة حكم عليها ضريبة، هاي عليها ضريبة بجانب وهاي عليها ضريبة بجانب وهاي عليها ضريبة بجانب. نبه لي فالإنسان الشوي اللي ما عنده نقص ما عنده مرض إذا شعر بزيادة بالطاقة على الآخرين، هذا شعوره بزيادة بالطاقة يعتبر نعمة ويشكر الله على هالنعمة ويؤدي شكر هذه النعمة. أما بالعكس هذا اللي نفسه مريضة، إذا نفسه مريضة لا، يتخذ من هذه الزيادة وسيلة للتعالي والترفع على الناس، للتعالي وللترفع على خلق الله. هذا من ناحية الشعور بزيادة بالطاقة. الشعور بنقص بالطاقة شو يسوي هذا؟ إذا شعر بنقص، إذا شعر بأنه يحاول يعوض، واحد يعوض تعويض طبيعي. شلون تعويض طبيعي؟
يعني يقوم يضاعف جهده، يطلب علم زايد حتى يرفع نفسه، يشتغل يكتسب زايد حتى يحصل على ثروه تعزه، انه يعمل للوصول الى حكم حتى يعز نفسه. هذا نعبر عنه تعويض طبيعي. واحد لا، ما يعوض عنه، تصير عنده عقده الدونيه. عقده الدونيه شنو يعني؟ يشعر يقول انا الله خلقني اقل من الناس. لا، هذا ظلم. لا يظلم الانسان نفسه، لا تظلم نفسك ولا تظلم الاخرين. نبه. من بعد هذه المقدمه احنا نقول ان هي صفه يكتشفها الانسان من المحيط. ماكو واحد الله يخلقه من بطن امه ظالم، وواحد يخلقه من بطن امه نعم عادل، ابدا. الانسان يجي مجرد صفحه بيضاء، المحيط شي علمه؟ هاي البيئه اللي يعيش بها، الناس اللي يعيش وياهم، التربيه اللي يحصل عليها، شلون راح تربي؟ هي هاي نفسها اللي راح تصوغه وتصوغ شخصيته وتصوغ اخلاقه. هذه من بعد هالمقدمة خلي نعود إلى الآية الكريمة. طيب، تقول الآية: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا. زين، هذول وحدة يعني وسيلة من الوسائل اللي كافحوا بيها رسالات السماء وكافحوا بيها عطاء السماء. بيش كافحوا؟ كفحوا بالتهديد بالإخراج من الأرض، وهذا عقاب ترى موجع. شكد تصور عقاب موجع؟ أن واحد يطلعوه من تربته أو من أرضه، عقاب شكدر تصور موجع؟ موجع. أفرض التربة اللي هو عايش بيها يعني صحراء، في والمكان اللي يطلعوه إلى حتى لو يكون جنة من الجنان، لكن هاي الصحراء اللي طلع من عندها ممزوجة ويا مشاعره ويا نفسه، رابي بيها، متربي بيها، معتبر جزء من كيانه، جزء من روحه، جزء من نفسه. فهذا مو سهل عليه أن يطلع عن أرضه عن تربته، لأن إذا طلع يشعر بأن عاف روحه بالمنطقة وطلع بلا روح. نبالي؟ يعني تصور أنت واحد يقول مريت بالصحراء، شفت لي صبية تقود عنزة، بيدها عنزة شخلة تقودها، ونظرت إلى الصبية وجدتها على درجة عالية من الوضاءة والجمال، قلت لها أنت شنو اللي جابك إلى هالمنطقة؟ أنت تملكين ما تعيشين به في منطقة أخرى؟ أنت الآن قد يخطبوك الناس المحترمين، تكونين في بلد أجمل. فقالت: أحب بلاد الله ما بين من أجن إلي وسلمى أن تصوب سحابها ديار بها نيطت علي تمائمي وأول أرض مس جلدي ترابها. هذا التراب أنا طحت عليه هنا، وهذا ما تزال رائحة التراب اللي انولدت بي موجودة في فمي، موجودة في أنفي. أنا أول أرض مش جلدي ترابها، هذه أعز بلاد الله علي. وين ما تريد توديني، مو معلوم أنك توديني إلى مكان يشبع نفسي، لا، المكان اللي يشبع نفسي ترابي، وطني، مهما يكون، حتى ولو يكون أرض عادية، حتى وتكون أرض جدا عادية، يبقى الإنسان يحن إلى تربته، يحن إليها. فهاي التربة التي يولد بها الإنسان، إذا تجي تهدد إنسان تقول له أنا أطلعك من هذه من أرضك، في نفس الوقت أنت جيت تقضي عليه، يعني جيت تحاول أن تميته، لأن هذا نوع من أنواع الموت. هاي نقطة. النقطة الأخرى: ماكو تربة يكون بيها الإنسان ما بيها بشر، إنسان يعيش مع البشر، مدني بالطبع الإنسان. ذول البشر اللي يعيشوا وياهم يعرفوه، ما طول البشر اللي يعيشوا وياهم يعرفوه، هذا ما طوله بأرضه كرامته محفوظة، إذا طلع إلى برا ما حد يعرفه، وإذا صار ما حد يعرفه ضاع. نبه لي؟ ضاع. فهالضياع هذا منين يجي؟ من بعد عن وطنه. وهذه مصيبة أخرى أيضا، يعني بالوقت اللي يتضرر به نفسيا اجتماعيا يتضرر. فذولا يقولوا لهم
لنخرجنكم من أرضنا، يعني مثل ما يقولون ضربوهم على الموضع اللي يوجعهم، ها؟ أن أنا راح أطلعك من هالتربة اللي ولدت بها عشت بها. واحدة، اثنين، لنخرجنكم من أرضنا. شوف الدعوة، أنت أرضنا، أنت شتمتلك من الأرض، أنت شنو معنى سميها أرضنا؟ ليش سميها أرضنا؟ أنت واحد والآخرين مثلك آحاد، يعني إلك نصيب بهالتراب بقدر نصيب سائر الناس، عينا بالحياة إلك مكان تشكنا، وبعد الممات إلك هالخمس أشبار يحطوك بها ويواروك بها. أنت تعبر عنها أرضنا، إيش معنى؟ أنت منين إجتك هاي أرضنا؟ هاي لغة الظالمين دائما، نبه أن هاي أرضنا، إيش أرضك منين؟ ويملك أن يأخذ ويعطي ويمنع على استناد، على استناد أن هاي أرض منين أنت إجاك هذا المعنى؟ منو خولك هذا المعنى؟ منو أعطاك هذا المعنى؟ الحق منين أخذته؟ طبعا هذا أنت تتكلم ويا واحد مثلا عنده عقلية أفرض قانونية أو عقلية شرعية أو يتصرف تصرف مرتبط بالضوابط. أما إذا لا، واحد من هذول الوحوش القتلة، هاي أرضي، هاي أرضنا، أخرج. شلون أرضنا هاي أخرج؟ وتشوف مع الأسف يعني إحنا في تاريخنا هذا المعنى، هذا المعنى في تاريخنا موجود، موجود. طلع لا تخليه رأساً، مو يكتب معاوية إلى عثمان يقول له إن كانت لك بالشام حاجة أخرج منها أبا ذر. ومن المدينة طلعوا لأبو ذر. وقلت لك أنا قبل يومين واحد مؤرخ يجي يقول أخرج نفسه أبو ذر، نفى نفسه، هو نفى نفسه. عجيب، طالع يريد يروح يتمشى بالربذة على هالرملة، هاي القاحلة على هالصح. وش كان أبو ذر؟ شي يكلف بيت المال؟ إيش كان يكلف أحد أبو ذر؟ رغيف اللي يأكله. مات واحد من رفقائه من الصحابة، تدري إيش خلف؟ خلف ثوابت يعني عقار وبساتين 30 مليون. طلحة، طلحة 30 مليون عقار وأرض 30 مليون، ونقد 2 مليون، نقد 2 مليون. وأبو ذر يقول هالبنت قومي بنا إلى الرمل علنا نجد وقتا، نمشي على الرمل بلكن نلقانا نبات ناكل من عنده، ما عنده رغيف خبز يعني. على أي حال تأمل هذا في تاريخنا، تلقى من هالنوع مثلا هالأحرار يذادون يبعدون، ذولا يقولون مع العلم الأرض يتعاقب عليها، تتعاقب عليها أمم. مرة عيسى عليه السلام شاف اثنين يتنازعون على قطعة أرض، قالوا ما الخبر؟ قال هذا يقول هاي الأرض لي وهذا يقول هاي الأرض لي. قالوا مكانكم الآن، لو أسأل الله أن يعيد لكم من ملكوا هذه الأرض وذهبوا عنها، ها؟ أسألكم لو يعيد لكم الله عز وجل من ملكوا هذه التربة ورحلوا عنها، يمكن تلقون على كل حبة رمل فد ألف قدم. نعم، كل حبة رمل ألف يتنازعون عليها، لأن هاي الكرة الأرضية مرت عليها أجيال. هذا قال أرضي وراح وطاها الغيرة، وهذا قال أرضي وراح وطاها الغيرة، كل من عليها فان. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ورحم الله الشريف الرضي يقول ومشندين على الجنوب كأنهم شرب تخاذلوا بالطلا أعضاؤه. هذا الميت ويحطوه على جنبه، يطرحوه من يحطوه بالقبر يحطوه على جنبه، على جنبه الأيمن. دول يقول مشندين على الجنوب موتى، ومشندين على الجنوب كأنهم شرب تخاذل بالطلا أعضاؤه تحت التراب بغير ميعاد إلى يوم الحساب، تضمهم بوغاؤه أكلتهم الأرض التي ولدتهم، أكل الضروش حلت له أكلاؤه. فعلا الأرض اللي ولدتهم أكلتهم، خلاص راح.
هاي النتيجة أنه شالوه وأعطوه إلى التراب. فقال لهم بعض هذا النزاع، خففوا عليكم هذا النزاع، الآن لو الله عز وجل يسأل بأن يطلع لكم الناس اللي مروا على هالكرة هالمنطقة بالأرض وملكوها، يمكن تلقون آلاف يتنازعون على شبر من الأرض. ها؟ فأنتوا دعواكم أن هذه أرضنا؟ لا، الأرض الإنسان يتمكن من الانتفاع بها، يعيش على ظهرها كم يوم، يتكون أفرض منها ويمشي على ترابها، ثم يعود إلى ترابها لتأكله الأرض مرة أخرى، لتذهب بمحاشنه، تذهب بمحاشنه. إيه هذه وحدة، مو أول شيء أن الآية الكريمة تقولهم لذولة، هاي دعوة، دعواكم بأنه لنخرجنكم من أرضنا، هذه الدعوة لا تقبل بحال من الأحوال منكم. زين، بعدين هذه دعوة باطلة. شو تنبه لي زين، لأنه هذا الإنسان جاي يضيف إلى نفسه، يضيف إلى نفسه الأرض، يعني النسبة ينسب الأرض إلى نفسه. يقولهم هاي دعوة بها مغالطة. ليش؟ لأنه باشر الأرض تنسبكم إلى نفسها، هي الأرض نفسها أنتوا راح تنتسبون إليها، وانت تقول هاي أرضي، هاي الأجر الأرض باشر تقول هذا جزء مني. ها؟ أنت ما أكون نقطة من الأرض، هي مو إنسان. وفي يوم هذا لما ودى المتوكل أرسل خلف الإمام الهادي سلام الله عليه، ودى له قائد من القوات، أخذ له كوكبة وقال له تروح إلى المدينة تجيب الإمام الهادي، تجيبه إلى سامراء. طيب هذا يقول إحنا طلعنا، من طلعنا يقول كان عندي قائد من الشراة من الخوارج، وعندي موظف آخر من الشيعة، وكان ذولا يقول بالطريق كله ما بيناتهم مساجلة، واحد يساجل الآخر، يعني ما بيناتهم فرد جو شوية مو هالقد مريح. يقول التفت هذا الشاري، التفت إلى هذا الموظف، قال له مرينا بصحراء، قال له تفضل هاي الصحراء شوفها، أنتوا أئمتكم يقولون ما من بقعة إلا وهي أرض أو ستكون إلا وهي قبر أو ستكون قبر. شو دي شوف هاي الصحراء، وين هاي الصحراء، من يموت بها حتى تتحول إلى قبور؟ يقول أنا أتفرج عليهم أسمع مناظرتهم، وقاضي طريق قاضي وقت عليهم. يقول هذا انخذل بين يديه، سكت ما كلمه. اجينا الى ان انتهينا الى المدينة، يقول دخلت على الامام بلغته، طيت البلاغ، قلت له تهيأ حتى نقلك الى سامراء الى العاصمة، في لابد من خروجك، هيأ من تحب ان يطلع وياك. يقول الامام سلام الله عليه تهيأ، قال انطيني مجال 3 ايام نتهيأ. دخلت عليه باليوم الثاني لقيت الدار مملوءة خياطين قاعدين وجايبين نوع من النسيج التخين اللي ما يلبس إلا في عز الشتاء. يقول أنا قضيت وياك أنت بتموز، دنيا حارة، لقيت هذول خياطين جاي يخيطون لبابيد وقفاتين وبرانش توضع على الرؤوس. يقول فريت إيدي، قلت هذا اللي يقولون بإمامة هذا ذولا ما عندهم عقل، هذا جاي يسوي هذا يعني بالصيف تموز المن والدرب كله كل أسبوع، فهذا المن ما أخذ هذا؟ ما يقول سكتت، انا انطويت على نفسي وسكتت. يقول كملوا هاي الفساتين ولا بابيد، اليوم الثالث طبيت عليه لقيت الامام متهيئ. يقول انا نقلت ونقلت يا بعض اصحابه اللي اراد ان ياخذهم معه، تهيئنا للرحيل وطلعنا. يقول اجينا نمشي الى ان وصلنا الى المنطقه اللي حصلت بها المناظره، ما كل منطقة اللي صارت بيها مناظرة بين هذا القائد وبين هذا الموظف. يقول هنا نظرت إلى غيمة سوداء ارتفعت بالسماء، يقول استفعت هاي الغيمة إلى أن أظلت علينا، لما أظلت رؤوسنا بدأ المطر ينشكب كأنه أفواه القرب، ثم بدأ ينزل برد نوع من الحالوب الكبير كأنه الصخر، ف
فأخذ يقع على رؤوس أصحابنا بالكتيبة يقول ومزقهم. أنا شفت الإمام الهادي يقول لبس برنس ولبس عليه هاي اللبابيد وأصحابه كلهم لبسوا ويشدوها على أنفسهم. قل أخذتنا هذه هالحالة هالعاصفة أخذتنا يمينا شمالا ما ندري إحنا وين مكاننا. بعد ساعة هدأت يقول عاينت وإذا فرد مجموعة من أصحابي موتى. شفت الإمام وأصحابه ما صايبه شيء أبدا، لا هو ولا أصحابه صاير بهم شيء بالمرة لأنه حمتهم هاي الألبسة. يقول إلى أن هدأت صاحبي قال لي تعال، قال لي قل لي هذا صاحبك هذا القائد الشاري قل له هكذا يملأ الله هذه البرية قبورا. ها أخبرني يقول بما أخبرني بما جرى بيننا. فصحت له قلت له رأيت؟ قال لي إن هؤلاء قوم يبدو أنهم على صلة بالسماء. ها أفشك. فموضع الشاهد أن ما من بقعة إلا وهي قابر أو ستكون قبر، هي بالأحرى الأرض يجب أن تنسب الناس إليها، مو الناس ينسبون الأرض إليهم، لأن نحن جزء منها ونعود إليها عائدين إليها. يجي واحد يملك أفرض هالجرأة ويقول هذه أرضي، فلون من الغرور، يا أرضك أنت راح تعوفها وتطلع عنها شئت أم أبيت. بس ذولا شو يقولوا لهم للرسل؟ لا نخرجنكم من أرضنا، هاي الأرض التي لنا لازم نطلعكم عنها. زين قلت لك أنا إحنا يعني إذا نرجع إلى تاريخنا نلقى تاريخنا بالواقع عامر بهالجانب هذا، غالبا المصلحين أو حملة الرأي حملة الفكر يعتبروه خطر على هذه الأرض يطلعوه من عدها. طلعوه وين؟ طبعا يطلعوه إلى أرض أخرى يعني إلى غير وطنه، لأنه وين يروح يعني الأرض أخرى؟ ممكن يطلعوه من كل الأرض، ممكن يطلعوه من كل، إما أن يطلعوه إلى أرض لم تسكن إلى سجن. وهذا السجن، ولذلك الأحناف لما يمرون بهاي الآية الآية الكريمة أو ينفوا من الأرض، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله إلى قوله أو ينفوا، يقول ينفوا من الأرض وين؟ يعني إذا راد ينفي من الأرض وين يروح؟ ولا بد من الأرض يروح من مكان إلى مكان، فيقول نقل إلى السجن لأن السجن لا يعتبر من الدنيا. مو يقول الشاعر يقول خرجنا من الدنيا فلسنا من أهلها ولسنا من الأحياء فيها ولا الموتى، إذا جاءنا السجان يوما لحاجة عجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا. هاي طبعا عند الكفرة، عند المسلمين ماكو شيء من هذا القبيل الحمد لله أبدا، سجونهم جنان. الله لا يبلي أحد بحق محمد. أي والله على العموم، المهم أن ذول هالدعوة لنخرجنكم من أرضنا بعد أو لتعودن في ملتنا، هاي شنو هاي أو لتعودن؟ هاي محاولة لشد منافذ الفكر والمعرفة والاطلاع. شلون يعني؟ تصور الله تبارك وتعالى اعتبر أعضاء المعرفة مفاتيح للعلم وللمعرفة. شنو هي الأعضاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أولا الإنسان إذا سمع شيء هذا الشيء اللي سمعه خلي يرجع وين؟ إلى عقله، يشوف أن هذا الشيء اللي سمعه يقبل عقله لو ما يقبل عقله، إلى أثار اللي صاير مو هالشكل مو على أسف، اللي صاير أن الناس كثيرا ما إذا سمع شيء خلص رسخ بذهنه هذا، قل يا أخي تعال أنت شوية شغل عقلك. واحد تلقاه كاتب شعره شطولة ويعيش بالقرن العشرين يقول أكو يوم العاشر من المحرم دول الشيعة يجيبون بقرة ويطعنوها بالشكاكين ويقولون هذا معنى قوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يسموها عائشة أم المؤمنين ويطعنوها بالشكاكين. تقول له وين أنت هاي شايف بأهمك بالمريخ لو بالأرض؟
طيب عندما دبوها على عقلك ما فكر عقلك بها خطأ صواب، هذه صحيح باطل، كل مكان وين ما تروح وحقك وحقك وين ما تروح تلقى هالبلطجية يعيشون هذولا، هذولا الشختشية البلطجية يشتغلوا لك أذهان الناس مشاعر الناس، رايح يدعي دعوات ومشاريع وبناء وكذا، وعلى هالمساكين السذج الوسطاء، وذولا ما حد من عندهم يكلف عقله يقول هذا صدق كذب، خلينا نشوف شنو الموضوع. ليش الله باشر يسألنا يا أخي يا أخي، باشر الله عز وجل يسألك يريد منك وضع الأمور في مكانها الصحيح، ليش ما تحط الأمور أنت في مكانها الصحيح يا أخي؟ الله باشر يسألك أولا هذا منفذ من منافذ المعرفة، ليش تفكر بإذنك؟ فكر بعقلك. أنت لما تجي تشعر بأن هذا الرواية التي تروى لك، هذه الرواية التي تروى لك سواء كانت لنا أو علينا، شو تنبه هسه مرة، أنا ما أريد أقول إحنا تاريخنا خالي من هالأمور، لا موجود عندنا أيضا، عندنا كثير أشياء من هالنوع، بس نحاكمها عقليا، ما يمكن أن نقبلها بحال من الأحوال، هاي نحاكمها ومحاكمتها عقليا لابد من، مثلا أنا يجي واحد يخبرني عن قضية ما يتسع لها الزمن ويقول لي وقعت في هذا الزمن، على ما أذكر خلا أقرب لك المعنى، فاليوم على ما أتخطر عندنا هناك جابوا لي واحد مؤلف عنده كتاب، قلت له مولانا شو تستريح قاعد؟ قلت له أرد أسألك، الحسين يوم العاشر من المحرم قاتل بمعجزة لو قاتل قتال طبيعي؟ قال لي لا قتال طبيعي. طيب إذا كان قتال طبيعي زين، إيش قد أنت تقول قتل يوم العاشر 12,000؟ قال لي قلت له زين، شو دخلنا نحسب؟ نفرض هاي 12,000 دجاجة مو إنسان، معلقة ومهيئة ومخرين ريشة ومحضريها وبيدك موش وتريد تذبحها، ايش قد يريد لك وقت؟ قال لي يعني دقيقة، قلت له نص دقيقة روح انا اضحي وياك اتنازل لك عن نص، فالسانة 6,000 دقيقة، شو تقسمها على 60؟ ايش كم ساعة تصير؟ ايش كم يوم تصير؟ تنبه لي زين، اذا تقسمها على 60 ايش كم يوم راح تصير؟ هذه حوالي 5 أيام او 4 أيام، وواقعة تطف كلها 3 ساعة. انت تضحك على عقولنا، تريد الناس يعتبرونا مخرفين؟ انت اخر عمامتك هكذا وجيت تسوي لي تقول لي انه الحسين قتل 12، شو جيت ترفع قدر الحسين انت بهذا؟ يا شيخنا يا مولانا يا ارجوكم لما تحكوا احكوا عن معرفة، احكوا عن وعي، يا اخي مصيبة يا اخي، والله بلاء هذا بلاء، انتوا ليش هالساحة هاي؟ احنا ساحتنا بها فكر الرسول الله، هذا الفكر العالي العبقري، انتوا تجون تخلطون بها اللون من التخريف، الى متى؟ طلع زعل من عندي، خلي زعل شيء من عندنا، بس شوفوا لان الوقت ما يتسع، اخر الظرف لازم يكون اكبر من المظروف، الظرف لازم يكون اكبر من المظروف، انت لما تقول لي 5 أيام تحطها بنص ساعة شلون؟ ما يمكن، ما يصير، الله عز وجل تعبدنا بالعقول، فالسامع مفتاح من مفاتيح العلوم، البصر مفتاح من مفاتيح العلوم، انت جاي تشوف رسول الله صلى الله عليه وآله يهدي لواحد انت تشوفه قدام عينك كلمه بالطريق الطبيعي وجابه للإسلام، قل لا سحره ابن أبي كبشة، سحره، هذا استعملوا يا شعر نبه، ليش مجي شوف قدام عينك انت، أمامك جاي تشوف قضايا قدامك وتشوفها باطل، ليش تعتبرها حق؟ ليش ما ترتب أثر على بصرك؟ طيب عقلك رتب عليه، خلي شوية شغله، الله أعطاك مخ شغله للمخ يا أخي، لا تخلي عاطل، تتنبه باشر الله عز وجل يسألك يقول لك اعطيتك هالطاقة، مشلون الآن جاي يعطيك طاقة مالية تشيلها دبها بالتراب، التراب يأكلها وما تنتفع بها، باشر يحاسبك عليها يقول لك هذا تضيع لهذه المالية، يعني حتى أنا شفت بعض فقهانا يقول لو ما الله عز وجل أمرنا بأن نزرع وأن نأكل
ما نقدر نشيل هالحب هذا نذبه بالتراب، لان هذا هاي ماليه دي نذبها بالتراب بدون ان نتاكد انها راح تزرع او لا. لكن الله امرنا بذلك، لان الماليه ما يمكن نضيعها. فانا لما اجي عقلي اضيعها، ماليتي اضيعها، ليش؟ ليش مو هاي كلها مفاتيح معرفه؟ الله عز وجل يريد منا ان نستعمل هذه المفاتيح للوصول الى المعرفه. هذول لا يجون، ليش؟ يقولوا لا، اغلق منافذ فكرك. شلون يعني؟ او لتعودن في ملتنا، هذا فكرك بطل عنا. يقولون للنبي ائتنا بقران غير هذا، يقولون لكل واحد يخالف فكرهم وخر عن فكرك. ليش وخر عن فكري؟ مو تشوف الان عندنا الان مسلم يجي يدعو لمسلم يقول له بطل عن هاي عقيدتك، هاي عقيدتك ما شلون. لا مو شيء، هذا مو اسلوب. تعال قل له صحيح هاي العقيدة أو لا، عندنا مقاييس نعرضها على مقاييس الله، على كتاب الله، على سنة نبيه، على المقاييس الصحيحة. إذا مقبولة شي يضيرك أنت؟ أنا والله إذا نظرية علمية ومقبولة أو عقيدة صحيحة ومقبولة ما عندي مانع أخذها من أي واحد موثوق صادق. الله أمرنا أن نكون مع الصادقين، صادق ينقل لي حديث عن النبي من اي مذهب كان، ما عندي مانع انا وبالفعل احنا جمله من الاحكام عندنا ناخذها من الصادقين الموثوقين وان كانوا من غير مذهبنا، ما عندنا مانع. لكن تجي الى بعض اخرين يقول هذا قائم بالليل، يصلي الليل كله، صائم بالنهار، صادق، اخلاقه عاليه، لكن يترك حديثه لانه شيعي. ليش شيء شبيه يعني المن جيوالي؟ جيوالي آل الرسول، رسول الله منه آخر، مو نبي، نبي المسلمين. أنت لما تسمع هاللغة إيش تفتهم يعني؟ تعال شد منافذ فكرك، هاي محاولة يعني حرص على إغلاق منافذ المعرفة. والحال الله عز وجل أمرنا أن نفتح هذه المنافذ لنصل إلى الحقائق. مو الشكل؟ قل انظروا ما في السماوات وما في الأرض. الله أمرنا أن نسمع ونعقل ونحاكم الآراء والنظريات، نوصل إلى المعرفة عن طريق المنافذ اللي الله فتحها لنا. ومو بس هذا، مو بس فتحها، فتحها وتكفل بإعداد الآليات لها. شلون؟ جعل طلب العلم ضريبة على كل مسلم ومسلمة، فريضة على كل مسلم ومسلمة. بعد أمر ببذل العلم، مو أمر العالم إذا ظهرت البدع أن يظهر علمه، وإلا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. كل هذا ويسر سبل المعرفة. لو تشوف الفقهاء شي كتبون بالنسبة إلى طالب العلم، إذا مشى طالب العلم بسطت له الملائكة أجنحتها رضا به وأثابه الله، لأن طالع يدور علم يخدم به أمته، يخدم به الأمة. أكو تشجيع أكثر للعلم من هذا؟ وأكثر من هذا تأمل إذا شوف سيرة فقهائنا بالنسبة إلى العلوم وإلى طلاب العلم، تلقاها سيرة في واقع الأمر غاية بالمتانة وغاية بالعناية بالإنسان اللي يتوجه لطلب العلم. كان الشريف المرتضى قدس الله سره عند مدرسته اللي أسسها في بغداد، يوم من الأيام إجا لقى واحد متحير من طلاب العلم ما عنده زيت. كان تعرف السراج، السراج كانوا يوقدوه بيش بالزيت، يحطون فتيلة وزيت وهذا يوقدوا هذا ضيائهم. هذا الزيت محطوط بالمخزن، الخازن مال المخزن ماخذ المفتاح وطالع عنده شغلة. وهذا طالب العلم يريد يقرأ درسه، يريد الصبح يحضر درسه، يقرأ بالليل حتى الصبح مهيأ، ومتحير ما عنده ضياء. انفعل الشريف المرتضى، رأسا راح سوى نسخ مفاتيح بعدد طلاب المدرسة وجاب كل واحد مفتاح، قال تفضل هذا المفتاح، إذا احتاجت شيء رأسا الطب إلى المخزن، إيش تحتاج تأخذ. وكان يعطي رواتب لطلاب العلم. تصور الشيخ الطوسي كان يدفع للسيد، ايش قدر يدفع له؟ كان يدفع الى 12 دينار من الذهب شهريا.
نبه لي. كان الدينار دينار، الدينار كان بقوة شرائية شغل 60 عامل نبه. فهاللون من العطاء والحرص على فتح منافذ المعرفة وتهيئة الآليات، تهيئة الكتاب لطالب العلم، الكتاب يهيئوه إلى مهما يكلف. وكانت عندنا مكتبات مشرفة في الواقع هناك، لكن إجا الحقد قضى عليها. وإلا لو تشوف مكتبة الشيخ الطوسي اللي أخذوها شووا بها من بعد ما طلعوا للشيخ الطوسي من بغداد، دبوها في دجلة ظل مياه دجلة 3 أيام بها لون الحبر. نعم. التاريخ مع الأسف يعني التاريخ ما شلونه، التاريخ يوجع قلبك يعني من تقرأ شوية تأمله زين، ولا هذا كتاب هذا ما العلم معرفة، الفكر ما يطارد به اللون، الفكر ما يطارد، مو عيب يعني الأشخاص أنت تختلف وياه تختلف وياه، لكن الفكر شنو ذنبه؟ الحكمة ضالة المؤمن، هذا اقرأ واستفيد من عنده، هذا كتاب يخدم الإنسانية. والكتاب ظال خالد، صاحب الكتاب يذهب والكتاب يبقى خالد، خلي هالنظريات تعيش هذه، ليش تحاول انت تقضى عليها؟ فمحاولة لشد منافذ المعرفة، منافذ المعرفة محاولة لشدها، لا تروح انت لتعودن في ملتنا، تعال ارجع الى فكرنا، ما لك شغل بفكر غيرك. وهذا اللي صاير الآن عند الأمة الإسلامية، ما يخلون واحد يطلع على تراث الآخرين، بالعكس والله واحد يصير ممنون إذا وجد له نظرية ناهضة أو وجد له مسألة علمية في كتاب أي مذهب من المذاهب الإسلامية وعند نوع من النظريات اللي يعتز بها. تنبه لي هذه النظرية في الواقع تبقى موضع اعتزاز، أنا دائما أصرح يعني اكو نظريه الى وحنيفه موضع اعتزاز، شنو نظريته؟ نظريته قتل السيد بالعبد، يعني هذه خالف بيها كل المسلمين، المسلمين يقولون السيد لا يقتل بعبده، نبه، اذا واحد يملك لغلام قتل ما يقتل به، ما يقاد، يؤخذ من عنده نعم ديه ايه، لكن يقاد يقتل به لا، لأنه يقولون أن الآية مخصصة بالرواية بالحديث. أبو حنيفة لا، يذهب إلى رأي يقول لا، هذا الحديث ما يصلح لتخصيص الآية، لأن الآية القرآن الكريم بعموم يقول بسم الله الرحمن الرحيم النفس بالنفس. أنا ما أريد أناقش النظرية، لكن رأي يعتز به، يقول لك هذا إنسان شنو يعني حكمت عليه الظروف، صار عنده فلان، نعم صار مملوك، ماكو واحد يطلع من بطن ام عابد، الناس كلهم يولدون احرار. نظريه تشعر انها نظريه انسانيه لها قيمه، يعتز بها الانسان مهما كلف الامر. انا ما يفرق علي انا رأي، هذا كله يصب في رصيدي، بالنتيجه احطه بجيبي، هذا في رصيد الاسلام. لكن انت تجي هذا كتاب لان لاهل البيت، لا وخر عنه. ليش ما تخلون الناس يطلعون على المعرفة؟ ليش تحولون بينه وبين هالتراث الرائع؟ تحولون بينه وبين منافذ السماء؟ هاي منافذ السماء، هاي الحيلولة بينه وبين منافذ السماء، يعني جناية لا تغتفر. فالآية تشير إلى هؤلاء، لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. قال الله عز وجل نفس عنهم، قال لهم لا تخافون، مطوا الظالم ما يبقى، الله عز وجل يلحق وين يروح، يوم يومين احيانا. اكو واحد طبع على الامام سلام الله عليه، قال له سيدي انا فلان ابن فلان ظالمني واريدك تدعو لي عليه، اريد تدعو عليه. قال للإمام سلام الله عليه أنت تريد الدعاء بس على هذا لو على كل ظالم ما يخالف أنا يعني أدعو على كل ظالم، لأن أنت تعرف شو مسوي أيضا، تقبل ما يخالف أدعو عليك. فإحنا بعض أحيان لما ندعو على الظالم ما نفكر نرجع لأنفسنا نقول أنا إحنا عدنا ظلم لو ما عدنا ظلم،
يعني هذا الظالم سلطوا علينا، الله سلط علينا قوترة؟ لا، مو قوترة، لا وحقك. الله عز وجل ما يظلم أحد أبدا. احنا اكو عندنا ظلم في داخلنا، تلقى الواحد من عندنا يظلم مجتمعه، يظلم اهله، يظلم اسرته، يظلم نفسه وما يحاسب روحه. واذا شاف الظالم يا ربي خلصني منه، مثل ما تكون يولى عليكم. نعم، صلح نفسك انت وشوف انه الله يسلط عليك ظالم ابدا وحقك. فالله عز وجل يقولون لنهلكن الظالمين. احنا ما نخلي ظالم، مهما تتصورون انتم الظالم، مهما طول به الايام لازم نهلكه، لان الظلم وضعية ما تعتبر وضعية يعني سليمة بالمجتمع، والله عز وجل يريد المجتمع سليم، لابد وان يقضي على الظلم، يهلك للظالم. هسا شوية أيام أفرض تمر عليه يبقى عايش بيها جند أنتقم به وأنتقم منه، ها؟ ولا والله واحد يعاجل بالعقوبة، أكو البعض عاجلهم بالعقوبة رأسا والبعض الآخر لا، أجل لهم العقوبة. تعجيل وتأجيل خاضع لمصالح. أما أساس الفكرة كظالم يبقى ما يبقى أبدا. مو فد يوم سليمان بن عبد الملك، اكو واحد هذا كلما يجي الى الباب يريد يدخل على سليمان، عنده قضية ما تنحل بدون ان يطرحها بين يدي الخليفة، كلما يجي شي يوصل هذا، من يخليه يدخل؟ مو تاخذ الدفعات واطلع وماكو وقت والى اخره وطلعوه. اثنين ثلاثة، كلما حاول عجز طالت القضية، ترصد فرد يوم من يطلع، إما يطلع إلى الصلاة أو يطلع إلى مكان آخر، ترصد له وقف صح بأعلى صوته، أصلح الله الخليفة، اتقي يوم ينادي المنادي، اتقي يوم النداء. قال لهم جيبوا لي الهد، تعال شبيك انت شنو؟ قال لي أنا أقول اتقي يوم النداء. قال يا شو تقصد بالنداء؟ قال له يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين، وانت أسرتك ظالمتني، ماخذ ضيعتي اللي أعيش بها أنا، حرموني من رغيفي. نبه لي موضع الشاهد أن يوم النداء الله عز وجل ينادي ألا لعنة الله، ولعنة الله شنو معناها؟ يعني الطرد عن رحمة الله. والإنسان إذا انطرد من رحمة الله وين يروح؟ وين يروح؟ وين يروح؟ نسأل الله أن يرحمنا برحمته عبد محمد وآله، وأن لا يبعدنا عن رحمته. فهذا يوم النداء، الله عز وجل يقول لنهلكن الظالمين. والظلم بالواقع يبقى علامة تبعث على الإشمئزاز بالدنيا، علامة شعرك بأن أفق الحياة أفق معوج. وشلون هذول الظالمين عندهم لون من الغطرسة، لون من خلي أروي لك حادثة، أروي لك حادثة. أبو مسلم الخراساني يعتبر شخصية غير عادية، أو شخصية جدا غير عادية، وهو اللي وطد الحكم للعباسيين. وأبو مسلم عاش وين؟ عاش بخراسان. وهو ترى اللي قضى على أبو مسلم، أن أبو مسلم مثل ما يقولون تعدى حجمه. شلون يعني؟ خطب أخت الخليفة، خطبها وذاك شمأز عجيب، قال له يوصل بك الأمر أنت تجي يعني تتشلب الى هالمكان هذا؟ ما بيش ذا ترجع منه شيء اسلامي، رجل هذا مسلم وانت مسلم، لكن يقول لها تايلك حجم، النتيجة ضمها الى هي هاي، وظلت بنفسها. بس هو شوف هذا هو نفسه اللي انقتل بعدين سابين لك شلون. هذا اكو عنده صديق اسمه افلح ابن مالك من رؤساء خراسان المحترمين. خراسان كانت بها جالية عربية قوية كبيرة، وخصوص من الشيعة اللي هجرهم زياد
اجاوا 50,000 اجوا الى خراسان، نبه لي، ذولا جاءوا الى هذه المنطقة، وهذا افلح كان من الرجالات البارزين والى قيمة والى مكانة. طب كان ينتظر ظل الى ان صارت الخلافة للعباسي، هذا صديق الابو مسلم قبل الخلافة، طبعا يعني في عهد الامويين، اخريات عهد الامويين، لما اجت الخلافة للعباسيين وحكموا قصده، اجى اللي هو امير خراسان طبع لي، قال لي الا قل للامير او فقل للامير امير الانام وصي 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 الوصي، شنو معناها هاي؟ وصي المنصور، المنصور وصي السفاح، السفاح وصي ابراهيم الامام، ابراهيم الامام يعتبروه هو الوصي اللي تعود الى الخلافه، شو تنبه لي؟ فقل للامير امير الانام وصي 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 الوصي، اتيتك لا طالبا حاجه، وما لكم عندنا من كفي، يعني ما بكم واحد كفو. ان ابو مسلم رحب بي وهذا صديقه ونديمه، امر باكرامه وطا جائزه واوعز علما للشرطه، قالوا بس اطلع اطرحوه اضربوا عنقه رأسا اقتلوه، فعلا اخذ جائزته هذا، هو طلع برا حطوه ذبحوه. واحد طبع على ابو مسلم قال ليش مو هذا زميلك وصديقك ونديمك؟ قال اسمع هذا بي عنده شيئين، قال ما هما؟ قال الشيء الاول رأيت فيه أبها وعظمة، شفت عند أبها وعند عظمة وليس بأرضكم من كفي، يعني ما عندنا احنا بأرضنا واحد كفو إلى هذا، هذا أخشى منه أن يتحرك بحركة مضرة للدولة، فأحسن شيء أنا أريد لي واحد يردون دجاج فحطوه اطرحوه اضربوا عنقه، هاي من ناحية. الناحية الثانية شنو؟ قال هذا كنت إذا جلست على الكرسي، ما يقعد على الارض، هو يجلس ام على كرسي حينا عند عنفوان، هذا كان اللازم لما يشوفني انا اقعد على كرسي ويجلس على الارض، فامر به فضربت عنقه. تلاحظ الظلم شلون ظلم شلون؟ وبعدين وين انتهى امر هذا؟ هذا اللي اقول لك كان هاللون من التعالي عنده، يطب على المنصور يودي وراء المنصور، كان محترش هو من المنصور، خاف يطب عليه، ما يطب عليه الا ويا مجموعه خليهم على الباب من أتباعه المسلحين ومن رجال الأشداء اللي يدخرهم لمثل هذه المواقف، يجيبهم يحطهم بالباب يلا يطب على المنصور، لأن المنصور دار بالداخل كانت مسلخ مذبحة، نعم اللي يطب إلى دار المنصور، دار المنصور كانت في داخلها مسلخ تضرب فيها الأعناق والدماء تشيل كل مشيل، كان فرد غريب هذا الرجل، يعني يحط الحجاج بدروب، فهذا الرجل كان لا يدخل عليه إلا محترش، لكن ذيك السفرة بمجرد أن طب كان المنصور مطي أمر، قال لهم بس يطب تغلق الباب، يحال بينه وبين أصحابه، وفعلا طب حاله بينه وبين أصحابه ودخل قام يعاتبه منو المنصور، يقول له انت اللي وصلت بيك نفسك الى ان تخطب فلانة، انت كذا انت كذا، هذا هم قام يدلي، قل له انا وطدت لكم اركان الدولة، انا سويت كذا انا سويت كذا، انا مو عدوكم انا صديقكم، قل له واي عدو اعدى منك يا عدو الله، وصفق بيده وضرب بيده، طلعوا للحرس بايديهم الكامركوبات حطوه ضربوه الى ان قضوا عليه، وقف عليه أخذ خاطبه، زعمت أن الدين لا ينقضي فاستوفي بالكيل أبا مجرمي، اشرب بكأس كنت تشقي بها، أمر بالحلق من العلقم، وفعلا هي هاي نهاية الظالمين، لنهلكن الظالمين، أنتقم به وأنتقم من، يقول له هاي الكأس اللي كنت تشقي بها، وغالبا مصارع الظالمين هكذا، مو ابو عبد الله الجدلي
قالوا له للمختار أن عمر بن سعد هرب، ركب ناقته، قال وين ما يروح خلي يروح، في عنقه سلسلة تجذبه إلينا. دعاء الحسين راح يجيبه، لأن الحسين قايل سلط الله عليك من يذبحك على فراشك، وين يروح هذا؟ يرجع الفراشة، وفعلا نعش ونام. دارت به الناقة جابته إلى البيت، باب البيت، وثب عليه أبو عبد الله الجدلي، خلاه بسطب للبيت، اضطجع على فراشه، تربع وجفى على صدره. أمسكه قال له هاي الإيد اللي طلعت بها أنت قاتلت بها ابن رسول الله، طرحه ضرب عنقه، شال راسه، جاب لوين إلى المختار. المختار كان مقعد ابنه حفص، التفت إلى حفص قال له تعرف لمن هذا الراس؟ قال بلى. ولا خير في الحياة من بعده؟ قال كذلك أنت ما تعيش من بعده، هذا أبوك لوع قلب ابن رسول الله، ذبح ريحانة رسول الله، ذبح علي الأكبر أبوك، ذبح أبناء الحسين أبناء النبي، اطرحوه اضربوا عنقه. ثم جلس المختار يخاطب الجماعة يقولهم أهذا الرأس برأس الحسين وهذا برأس علي الأكبر؟ والله لو قتلت هؤلاء بأجمعهم لما وفوا بأنملة من أنامل الحسين. هذه الحق والفعل، لا والله ما تعادل حرقة من حرقات قلب الحسين عندما وقف على ولده علي الأكبر. يا نجعة الحي هاشم والندى وحمل ذما أرين العلا والشؤداء بعد يومك من زمان أرغاني ومحل ردايا قاتل الله الردى منه هلا لدجا فرق أدي قعد عند وشاف مغمض العين بدم شاب حمت الرب الخدين متواصل طبور والراس نصين حين ظهر على وليده وتحسر بويا من سماع يمك ونينك من شبحات لعند الموت عينك للعشرين ما وصلن سنين يا كوكب ما كان أقصر